واعتقد ان السيناريو مشابه جدا، كان برضو ابتدى نادي الزمالك يعمل صفقات وهكذا وتم حل مجلس الاداره. فاحنا يمكن في ظروف شويه شبيهه بتفاصيلها، حتى تم منعه برضو من رابطه النقاط في الوقت ده او النقابه اعتقد من ذكر اسمه. يعني دي تاني مره. اللي انا عايز اقوله ان نادي الزمالك مع احترامي للجميع هو عانى كتير، فاحنا بنقوم بدور معين، بتمنى من الصحافه والاعلام زي ما بتمنى من الجمهور، زي ما بتمنى من مشجعي الزمالك، زي ما بتمنى من مشجعي الاهلي نفسهم. يعني حضرتك ما ينفعش، انا بسال سؤال للجماهير الاهلي، انتوا ما زهقتوش؟ يعني ما بيزهقوش من البطولات، ما بيزهقوش من الفوز؟ لازم يبقى في منافسه، لازم يبقى في نادي تاني بينافس، مش ممكن نادي دايما بنحاول نفطسه ونموته ونوقعه عشان منافس وحيد. حتى البطوله في الاهلي ما عادش ليها طعم. طول بس ده لعيب الاهلي انه ياخد بطولات. لا يعيبه، بس انا قصدي ان في تكتل حوالين الزمالك شويه. مين اللي بيفطس الزمالك؟ حاليا في ناس كتير ليها مصلحه في ان هو يحاول يوقع نادي الزمالك. يعني خليني اقول لحضرتك بعدين مين اللي بيوقعه، لكن الفكره ان انا شايف ان نادي الزمالك والناس كلها شايفه بنبني نادي الزمالك بالكامل، يعتبر فرع المهندسين بيتبني من اول وجديد، انشاءات جديده في وقت قياسي جدا. احنا بقالنا حوالي 6 اشهر، يعني من اخر شهر 3 احنا بدايه من 4 يعني داخلين اهو في الشهر السابع بتاعنا. تمام. ما كملناش حتى ربع مدتنا. بنعمل انشاءات الحمد لله في فرع المهندسين، بنعمل انشاءات في فرع 6 اكتوبر هنبتدي فيها قريب، بنحاول نبني استاد لنادي الزمالك. يعني اعتقد ان الكوره المصريه